كده نديل النهارده ده هنتكلم عن نادي الزمالك وتحديدا من عند فريقنا الاول لكره القدم. فزي ما احنا تابعنا امبارح شفنا بعثه نادي الزمالك وصلت الى مطار القاهره بسلامه الله، طبعا بعد المباراه الكبيره اللي قدمها فريقنا في كوماسي على نادي دريمز الغاني والفوز الكبير اللي حققه فريقنا، وخلاص الحمد لله وصل لنهائي الكونفدراليه الافريقيه. بصراحة فوز نادي الزمالك أو مكسب نادي الزمالك وصعوده للمباراة النهائية يعني مزعل بعض الناس أو مضايق بعض الناس اللي كانت يعني ما كانتش عايزة نادي الزمالك يوصل للمباراة النهائية، وزي ما احنا شفنا بقى كلام كتير وحاجات غريبة نادين يعني بتحصل من بعد اللقاء. لكن عايز أتكلم مع حضراتكم اللي احنا يعني الحقيقة زي ما شفنا امبارح الصورة الجميلة من الطيارة الخاصة اللي جه بيها نادي الزمالك، شفنا أجواء الفرحة، شفنا اجواء السعاده اللي كانت على وجوه كل لعيبه نادي الزمالك بعد الفوز الكبير، وزي ما احنا شايفين الصوره معانا على الشاشه يعني بتبين لك قد ايه مدى الترابط والحب اللي موجود ما بين اللعيبه وما بين الجهاز الفني. شايفين مستر جوميز واحمد كابتن احمد مجدي، شايفين حتى البعثه الاعلاميه نادي الزمالك استاذ احمد شوقي مع اللعيبه، كل يعني المنظومه اسره واحده، جهاز فني، لعيبه، مجلس اداره، منظومه اعلاميه. نادي الزمالك بصراحه بيعيش في الوقت الحالي نادين يعني حاله بالظبط، حاله من الحب والترابط الكبيره جدا اللي موجوده ما بين كل العناصر اللي موجوده داخل نادي الزمالك. والحقيقه يعني شفنا انتقادات غريبه بيتعرض ليها لاعبنا مصطفى شلبي من بعد الهدف اللي احرزه في مباراه دريمز الغاني، يعني كلها انتقادات وكلها يعني كلام موجه للاعب بصراحه مش موجود على ارض الواقع. يعني شفنا مصطفى شلبي بعد ما احرز الهدف الراجل رايح يحتفل مع شيكابالا اللي كان قاعد في المدرجات وكان معاه اعضاء من الجهاز الفني او الجهاز الطبي زي ما انتم شايفين برضو في الفيديو، والحركه الناس اللي بتتكلم عليها برضو على فكره حركه عاديه جدا. شفناها قبل كده مليون ألف مرة. طب هتقولي شفتها فين؟ هقولك ده الاحتفال أساسا الشهير للكابتن حسام حسن المدير الفني بقى المنتخب مصر، مفيش يعني أكبر من كده. كابتن حسام حسن دايما أما الجماهير بتنادي عليه في أي ملعب أو في أي استاد دايما بيروح ينادين ويشاور للجمهور، يعني اللي هو يعني هي حركته دي كابتن حسام معروف بيها ومشهور بيها، فهي هي نفس الحركة اللي بيعملها مصطفى شلبي. في ظل في حاجات تانية واحتفالات تانية بتحصل ويعني ما بتلقاش كل الانتقادات أو كل الكلام اللي بنشوفه على لعيبة نادي الزمالك، ويمكن ده الأمر الغريب والأمر العجيب في نفس الوقت إن نشوف حاجات تانية خارج إطار الكورة. والحاجات اللي في الكورة واللي أصلا ناس كبار أو شخصيات كبيرة نادين بتعملها في الكورة بنلاقي عليها انتقادات كتير. بالظبط. فأنا عايز أعرف رأيك برضو مصطفى شلبي بالتحديد بيتعرض يا نادين ليه انتقادات بقاله فتره؟ الراجل يعني هو جاب جول قلع التيشيرت غلطان طبعا بالظبط، بس هو كلاعب عليه ضغوطات وعايز يثبت نفسه وعايز يقول انا موجود وعايز يروح المنتخب وعايز يعمل 100,000 حاجه نفسه فيها. مظبوط يا خالد، دي حقيقة. التركيز ده كله معاه. الحقيقه خالد انه انا يعني لما شفت اللقطه انا ما حسيتش ان هي فيها اي مشكله او اي حاجه بتسيء لاي حد من اللي كانوا موجودين في الملعب، بالعكس هي حركه يعني عادية جدا، بيحتفل مع شيكابالا وبيحتفل مع اللعيب. والحقيقة خالد ان اللاعب برضو اللي بيلعب لنادي الزمالك هو عارف حجم وشعبية وتاريخ النادي اللي بيلعب فيه، وعارف انه كويس قوي بيتعرض ساعات لضغوطات صعبة جدا اي لاعب تاني غيره يتحملها على فكرة. صحيح. فالحقيقة برضو ان مصطفى شلبي لاعب مميز جدا، والفترة الاخيرة كان بيقدم مستويات متميزة بسببها زي ما انت بتقول يا خالد، هو راح منتخب مصر مع الكابتن حسام حسن بالزبط. في توقف مارس طبعا الدولي، وهناك يعني اللي انا عايزه اقوله ان هو لما يهتز يا جماعه مستواه في ماتش ولا اتنين الطبيعي ان السكاكين ما تتسنش عليه فجاه، ولكن لانك في نادي كبير ونادي ليه اسمه وشعبيته وتاريخه وانت لاعب كبير والناس اللي بتيجي تشجع الزمالك دي بتشجعه من خلالك انت كلاعب، فطبيعي انت عليك ضغوطات كبيره جدا وطبيعي ان الوضع يكون صعب عليك وعلى غيرك من اللعيبه. وطبعا شفنا امثله كتير جدا للعيبه تعرضت لحملات كبيره جدا يا خالد من الانتقادات واسكتت الجميع بمستوياتها داخل الملعب.
فالحقيقه دي حاجه احنا بنشوفها كتير من لعيبه نادي الزمالك. شفنا سامسون وشفنا غيره بيتعرضوا لانتقادات كتير وبعدين يرجعوا تاني يثبتوا نفسهم ويظهروا بالشكل اللي احنا مستنيين نشوف اللعيبه دي عليه. بالظبط. فما فيش شك ابدا ان مصطفى شلبي هو لاعب مميز ولاعب ليه مننا كل الدعم، وجمهور نادي الزمالك يا مصطفى بيحبك وبيقدرك وبيحب كل لعيبه نادي الزمالك وكل حد داخل المنظومه دي، الجماهير فعلا بتقدره وبتحبه، والدليل تحيتهم ليك في استاد القاهره الموسم ده على مستوياتك وعلى اجتهاداتك، وهيفضل برضو دور جمهور نادي الزمالك يا خالد كبير جدا، ودايما هو في ظهر كل لاعب بيلبس تيشرت نادي الزمالك العظيم اللي عندنا طبعا كلنا غلاوه ليه لا تقدر بثمن، ودي اللي احنا دايما بنشوفه يا خالد من جماهير نادي الزمالك واقفين في ظهر اللعيبه بيساندوهم وبيدعموهم حتى في الاوقات الصعبه. على فكره احنا مش زي اي نادي تاني، في الاوقات الصعبه تلاقي الجماهير عندها مشاكل مع اللعيبه، تقلب عليك او تقلب على اللعيبه او كده، بالعكس احنا بنشوف ان الجماهير واقفه دايما في ظهر اللعيبه وبتساندهم وبتدعمهم ومستنيين دايما الافضل، وعشان كده ممكن يكون في انتقادات، وده على فكره في بعض الاوقات بيكون صحي ان انت الشخص حتى لو انت كان ادائك كويس جدا لما حد ينتقدك او حد بيحبك زي جماهير نادي الزمالك تنتقدك انت بتعمل احسن حاجه عندك، وده احنا شفناه في احتفال مصطفى شلبي انه كان متحمس جدا بالهدف اللي جابه وان هو بيرجع لمستواه تاني. بص يا نادين هو بيرد في الملعب. مظبوط، وده المهم على فكره، احنا مش عايزين اللعيبه ترد في اي حته غير الملعب. زي ما انت بتقولي في لعيبه كتيره بتتعرض لانتقادات وبتتعرض لكلام، لكن في اللعيب اللي ياخد الكلام ده او ياخد الايجابي منه ويرد في الملعب، وفي اللعيب اللي ممكن يتاثر وممكن الكلام والاشاعات كمان اللي بتقال عليه ممكن تاثر عليه وتاثر على ادائه في الملعب، لكن مصطفى شلبي بصراحه بيرد في الملعب، وزي ما احنا شفنا اخر حاجه يعني او اخر ماتش الراجل جايب جول وعامل جول، وزي ما بنقول كده نديم برده لكل مجتهد النصيب. دايما طول ما انت بتدي للكوره وبتدي في الملعب وبتدي لفريقك الكوره هتدي لك، والكوره يعني بالبلدي كده هتبقى ماشيه معاك وهتبقى مطوعاك في اللي انت عايز تعمله. فمصطفى شلبي كمان بصراحه كان من نجوم الماتش اللي فات، وقدر ان هو زي ما انا بقول لحضراتكم الراجل جاب جول وعمل جول وكان اداء مميز وكان فيه اختراقات من العمق ومن على الطرف وكان فيه دويتو جميل ما بينه وبين احمد فتوح. عايز اقول لكم كمان بمناسبه الاجتهاد يعني واللي ما فيش حاجه اسمها صدفه في الكوره او صدفه في النجاح بشكل عام، عايز اقول لك ان هدف الزمالك الاول ما كانش صدفه. ايوه عايز اقول لك انت اي حد زملكاوي هدف نادي الزمالك اللي جه في الاول ما كانش صدفه، وده اللي ظهر لو خدت بالك من خلال فيديو محاضره مستر جوميز في اوضه اللبس قبل المباراه. الفيديو يعني اللي زي ما نقول كده اشعل حماس لعيبه نادي الزمالك. جوميز طلب من مصطفى شلبي انه يفضل قريب من الخط كجناح وكمان يتحرك في بعض الاوقات لعمق الملعب. في الهجوم واحد هينزل يستلم الكوره ويسحب المدافعين معاه، واللي هو كان غالبا بيقوم بالدور ده سامسون ايكلونا، والتاني هيتحرك في المساحه، واللي كان بيتحرك في المساحه كان غالبا سيف الدين الجزيري. شفنا بقى الهدف الاول جه ازاي، كان من كورنر، لكن قبل الكورنر بقى لو ترجع شويه هتلاقي ان الركنيه دي جت اصلها كانت من تمريره من مصطفى شلبي عند احمد فتوح، رغم ان التمريره يعني كانت احمد فتوح يعني استلمها صعبه شويه، لكن قدر يلعبها وقدر يعني يستفيد منها عشان الحارس يطلعها وتطلع كورنر. بعد كده راحت الكورنر طبعا احمد سيد زيزو بقى الواحد من اللعيبه المميزه دلوقتي في الركلات الركنيه وفي الضربات الحره بشكل عام، رفع الاوفر وقدر المقاتل بقى او اللعيب بصراحه اللي مقدم مستويات مميزه مدينه الفتره اللي فاتت حمزه المسلوسي انه يحطها هدف اول يعني بوظ ولخبط كل الحسابات لنادي دريمز الغيني. مزبوط. وفي نفس الوقت اداك انت الثقه في الملعب، وتحس ان في كيمياء بينه وبين زيزو. بالزبط. يعني دايما المسلوسي وزيزو تحس في كيمياء. حمزه عملها قبل كده حتى احرز هدفه فيوتشر، احرز هدفه لو احنا فاكرين في ماتش ارتا سولر. حمزه المسلوسي دايما تحس ان بيبقى في اتفاقات كده ما بين اللعيبه وبين بعضها في الضربات الثابته او في الكرات الثابته، وهو ده نادين اللي شفناه في لقطه الهدف الاول في مباراه دريمز الغاني ما بين مزبوط. احمد سيد زيزو وحمزه المسلوسي. مظبوط حقيقه، وانت كنت بتقول ان الهدف الاول ما كانش صدفه. بالظبط. والله خالد ولا الهدف الثاني حتى جه صدفه، يعني هتلاقي كده في هتلاقيه برده موجود في محاضره
او محاضره جوميز برضو. والدليل اننا شفنا الهدف الثاني لسيف الدين الجزيري هو اللي زي ما قلت كده بينزل يستلم رميه التماس ومع مصطفى شلبي، وفتوح بيتحرك للعمق علشان يلاقي مساحه، بعدها بيرجع الكوره تاني لشلبي على الطرف اللي برضو هو بص كويس جدا ولقى ان سامسون اكينيولا واقف على حدود المنطقه دي وهو ملوش في الراسيات قوي، فقرر ان هو يلعبها له او يلعبها في رجله بالظبط عشان يستلمها طبعا سامسون ويقدر ان هو يسددها بعد ترقيصه كانت حلوه جدا احنا شفناها طبعا، ويحط بقى الجول المزيكا ماركه مدرسه الفن والهندسه اللي احنا شفناه. المباراه دي هتحطنا على الطريق فعلا، وهتفتح لنا طرق اكتر كتير في اللي جاي، سواء بقى كان محليا من مباراه البنك الاهلي يوم الخميس اللي جاي طبعا، او حتى في يعني قاريا في البطوله اللي احنا بننافس عليها في مباراه الموسم، وهي مباراه طبعا نهضه بركان ان شاء الله المغربي 12 و19 مظبوط، وهتكون هناك طبعا في المغرب في الذهاب، وهتكون اكيد صعبه جدا يا خالد، وبرده احنا مردودنا فيها هيكون مفتاح الفوز باللقب هناك بالزبط. لازم نركز يا خالد قوي في المباراه دي، اللقب ده مهم جدا 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 على كل الزملكاويه، ولازم نركز بقى في المباراه اللي جايه دي خالد، ونمنع كل السلبيات اللي احنا شفناها في المباريات اللي فاتت، سواء عالجناها في اخر مباراه او في الشوط الثاني من المباراه، ولكن لازم نركز بقى في كل المشاكل اللي احنا وقعنا فيها قبل. نادين لعيبه نادي الزمالك هي حاطه هدف قدامها اسمه الكونفدراليه. مظبوط. حاطه يعني مفيش يا المكسب يا المكسب، مفيش حاجه ثانيه، مفيش حاجه ثالثه. لعيبه نادي الزمالك عارفه حجم المسؤوليه اللي عليها، لعيبه نادي الزمالك عارفه جماهير نادي الزمالك عايزه ايه، كل زملكاوي عايز البطوله دي باي شكل من الاشكال، غير طبعا ان انت عندك تحديات جايه برضو صعبه جدا، وتعتبر تحديات كلها حسم في النتائج، مفيش برضو بديل عن الفوز، عندك تحديات جايه في الدوري، عندك نهائي الكونفدراليه، عندك بعد كده كاس، عندك 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 حاجات كثيره جدا وكلها اهم من بعض الفتره اللي جايه، لكن بالنسبه لك الحاجه القريبه ايه؟ هي لقب الكونفدراليه الافريقيه اللي ان شاء الله باذن الله هيبقوا 180 دقيقة هنا وهناك، لعيبة نادي الزمالك هتلعب شوط أول هناك وشوط تاني هنا، فبرضو ده هيحتاج شغل، هيحتاج مجهود من مستر جوميز والجهاز الفني بالكامل، إن هو إزاي يا نادين يهيئ اللعيبة بقى نفسيا طبعا ومعنويا. بصي أصل اللقاءات النهائية أو الفيصلية دي يعني خلاص مفيش فيها مفيش أي سيناريو ممكن يحصل غير الفوز بالظبط، عايزة شغل نفسي وشغل معنوي، غير طبعا الشغل الفني البدني والفني بالظبط، غير الشغل الفني اللي مستر جوميز دايما بيشتغل بيه مع اللعيبة في محاضراته في تمريناته في كل حاجة بيعملها مع لعيبة نادي الزمالك، وده يمكن اللي احنا شفناه في الماتش اللي فات، اللي الراجل الكلام اللي قاله في المحاضره هو اللي حصل في المباراه مظبوط، وخصوصا بعد كمان تاجيل مباراه ام بي وزد بالزبط. هيكون في كمان في الدوري طبعا هيكون في راحه للعيبه، يقدروا ان هم يشموا نفسهم ويخشوا المعسكر بدري صحيح. ويتمرنوا بالشكل الامثل، فان شاء الله في الفتره اللي جايه او في المباراه القادمه يعني هيكون هنشوف يعني اداء مختلف جدا من لعيبه نادي الزمالك.